Do you think Korean is difficult? Korean is the easiest language to learn in the world. It's called language. Let's learn Korean together. Korean Click will help you. 여러분 안녕하세요. 코리안 클릭 선생님 노하입니다. أهلا بكم في코리안 클릭 معكم선생님 노하. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الحروف الأبجدية الكورية، الحروف الساكنة والحروف المتحركة والحروف المركبة. المرة دي هنتكلم بالتفصيل شوية عن الحروف المركبة، إزاي نطقها وإزاي نتدرب عليها. تعالوا كده نشوف مع بعض. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت إن الحروف المركبة عددها 5 حروف. تعالوا نشوفها كده نطقها عامل إزاي. أول حرف حرف مركب جاي من الجيوم، بس هيبقى الدبل، هيبقى اسمه سانجيو سانجيو سانجيو، ونطقه هيبقى ج ج مش جي، لا ج ج ج. ده أول حرف معانا. الحرف التاني جاي من الديجت، حرف الساكن ديجت بس دبل، فاسمه سانجيجت سانجيجت سانجيجت، ونطقه هيبقى ت ت زي حرف الت عندنا بس بنتك عليها شوية ت ت ت. تعالوا نشوف كده تالت حرف معانا. تالت حرف مشتق من الحرف الساكن كير كير، فاكرين نطقه كان عامل ازاي؟ كان ت ت ت ب خفيفة ت، لكن هنا لما هيبقى دبل هيبقى اسمه سان بير سان بير سان بير، ونطقه هيبقى ت ت ت. حاولوا وانتوا بتقولوها تاخدوا نفسكوا شوية، هتحسوا بنفسكوا طالع من بقكوا، هيبقى ت ت ت ت. ده كان تالت حرف. طب تعالوا كده نشوف الحرف الرابع. الحرف الرابع مشتق من الحرف الساكن شيا شيا شيا، لما هيبقى دبل هيبقى اسمه سان شيا سان شيا سان شيا. الحرف الأولاني كان نطقه س س، هنا زي ما قلت لكم هنتك على السين شويتين، هيبقى س س س س. تعالوا نشوف مع بعض آخر حرف معانا، وهو مشتق من الحرف الساكن جي جي جي، لما هيبقى دبل هيبقى اسمه سانجي سانجي سانجي، وهيبقى نطقه ج ج ج ج ج. دي كده ال5 حروف الساكنة ونطقها. تعالوا كده نكررها تاني مع بعض. ج ج سانجيا سانجيا ج ج سانجيجت سانجيجت ت ت ت سانبيو سانبيو ت ت ت ت سانشيو سانشيو س س س سانجيو سانجيو ج ج ج. تعالوا كده نشوف أمثلة على الحروف دي المركبة. أول كلمة معانا هنا جاتشي جاتشي جاتشي، ودي معناها هو اسم نوع من أنواع الطيور. جاتشي جاتشي جاتشي. تاني كلمة تدا تدا، السانجيت السانجيت بتتنطق تا، لكن الجيجت لوحدها بتتنطق دا، هيبقى الاتنين مع بعض تدا تدا.
دي معناها زي ان انت تختار حاجة. الكلمة التالتة اوبا اوبا، طبعا كلنا عارفين الكلمة دي، بنسمعها كتير قوي في الدراما الكورية، وهي معناها الاخ الكبير. اوبا اوبا اوبا. رابع كلمة سدى سدى سدى، ومعناها رخيص او مش غالي الثمن. اخر كلمة معانا برضو كلنا عارفينها ابا ابا، يعني بابا. ابا ابا. تعالوا كده ناخد شوية ألعاب زي ما متعودنا أول مرة، نشوف كده النطق والتدريب والسمع كويس. تعالوا نسمع كده مع بعض أول كلمة. 쌍지읒 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 쌍지읒. 위지 쌍지읒 뱉다 쌍지읒 쌍시옷 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 쌍시옷. 쌍시옷 아, 진, 해나. 쌍디귿 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 쌍비읍 쌍디귿 쌍비읍 쌍디귿 쌍기역 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 쌍기역. 쌍기역 حلو، نشوف لعبة تانية. دي بقى هنسمع بس. اللعبة الأولانية كانت سهلة عشان الكلمة مكتوبة، بس المرة دي عايزين نسمع كده مع بعض ونختار الكلمة الصح. يعني نشوف أول واحدة.쌍기역 쌍기역 سانجيوك쌍기역 سانجيوك.쌍기역 ها؟ وهي دي. تاني واحدة.쌍디귿 سانجيوك쌍디귿 쌍디귿 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 쌍비읍 쌍디귿 쌍비읍 쌍디귿 쌍시옷 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 쌍지읒 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 쌍지읒. 쌍지읒 بتحلوا معايا ولا لأ؟ تعالوا ناخد آخر لعبة. كل ما هتتمرنوا أكتر على الألعاب دي هيقوي عندكم السمع والنطق الصحيح للحروف. جا جا 자 자, 자 자, 자 싸다, 싸다 싸다, 싸다. 싸다, يعني رخيص. 싸다 바, 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 가, 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 다. 바, 다 바, 까치 같이, 까치 같이. زي ما بنيجي نعطس كده بنقول هاتشي، بس بدل هاتشي هنحطها جاتشي.까치 جاتشي따다 تادا따다 تادا. 따다 오빠 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 오빠. 싸, 사 싸, 사 아빠, 아빠. 아빠, حلو معايا؟ وبكده احنا النهارده نكون خلصنا الكلاس الخاص بالحروف المركبة فقط. عرفنا نطقها كويس، عرفنا اسم حرف ايه، وحلينا مع بعض تمارين، وعرفنا نميز ما بين كل حرف نسمعه عن التاني، وخدنا شوية أمثلة بسيطة. لغاية ما نتقابل مرة تانية. دعمي منا يا كم سامي دا.